حياكم الله مشاهدينا من جديد. يعقد الشهر المقبل إن شاء الله المؤتمر الدولي السنوي لرابطة الطب والثاني في سلسلة تطورات الطب والجراحة لطرح أبرز المستجدات في مجال الجراحة بشكل عام وجراحة الحوادث والإصابات بشكل خاص. المؤتمر يشمل أيضا تقديم ورش عمل على مستوى عالمي وكذلك إقامة معرض للأبحاث الطبية يستهدف الأبحاث الطلابية المتميزة. مشاهدينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نتعرف عليها مع ضيفتينا سارة الصلال نائب رئيس المؤتمر السنوي الرابع، حياك الله، صباح الخير. أهلا والله، أهلين. كذلك الأخت حوراء حوراء محسن نائب رئيس لجنة الأبحاث، حياك الله أختي حوراء. الله يحييك. حياكم الله. راح نستكمل الحديث معاهم أحبتنا لكن بعد هذا التقرير. حياكم الله أحبتنا مشاهدينا الكرام. طبعا لما نتحدث عن موضوع مثل المؤتمر السنوي الرابع لرابطة الطب والثاني في سلسلة تطورات الطب والجراحة و نقارنهم بالضيوف اللي موجودين معنا، نبي نتعرف ونعرفكم انتم على منو الشخصيات اللي في هذا المؤتمر. نبدا مع الاخت ساره. عرفي للساده المشاهدين، انا بالنسبه لي لما سالت بالاعداد قلت فلانه دكتوره ولا فلانه شنو بالضبط؟ قولي انت شنو؟ احنا طلبه مو دكاتره، ان شاء الله بالمستقبل نكون دكاتره. طالبة طب سنة سادسة إن شاء الله. يعني إحنا غير دراستنا أهم نشارك، يعني نحاول إن إحنا نشارك في الرابطة، نسوي مثلا أنشطة وكذي، فلي دور فعال إن شاء الله هالسنة اللي هو نائبة رئيسة مؤتمر السنة هذه. وأختي حوراء طبعا طلبة مو دكاترة، حوراء محسن الحميدي طالبة طب سنة خامسة ونائبة رئيس لجنة الأبحاث كجزء من الهيئة التنظيمية لهذا المؤتمر لهالسنة هذه إن شاء الله. نعم سارة، هذا المؤتمر شنو أهميته، شنو أهدافه بالنسبة لكم كطلبة؟ قاعد يعني معروف أن طلبة الطب ما عندهم وقت، لكن كونكم تأخذون وتستقطعون وقت من دراستكم تهتمون في هذا المؤتمر وخصوصا أن الرابع، معناته في أهداف كبيرة قاعد طبعاً. هو المؤتمر هذا يعني التايتل ماله هو MSU اللي هو الميديكال وسيرجيكال ابديتس. المغزى من المؤتمر هو ان احنا دائما نكون يعني اب تو ديت، نكون دائما يعني كل الاشياء اللي تكون مثلا، طبعا الطب يتغير يعني سنه عن سنه، كل المستحدثات الطبيه أيوة ممكن تصير. اي يعني بالضبط، فانا يعني سنه نكون نتكلم عن الاشياء الطبيه، ندش بالباطنيه، ندش بالتخصصات الطبيه يعني ان جنرال، بس هالسنه صارت جراحه، فاحنا سنه عن سنه على اساس ان احنا كل يعني نخلي الطلبه كلهم يكونون اب تو ديت، نسوي هالمؤتمر هذا وطلبه منهم نوضح للمشاهدين اب تو ديت يعني التطورات او المستحدثات الطبيه اللي قاعد تصير، تحاولون انكم توجهونها للطلبه بحيث انهم يكونون على اطلاع عليها. هذا وعي جميل طبعًا من عندكم وتحرصون عليه، ومو بس الطلبه يعني حتى الدكاتره، يعني ك يعني المجال الطبي كله الطلبه ودكاتره وكله. حوراء خلينا نتكلم اكثر عن دورك وايضا اعطينا بصوره مفصله اهداف المؤتمر. أهداف المؤتمر طبعا مثل ما تفضلت أختي سارة أن يسعى لتوعية طلبة الطب أو الدكاترة حديثين التخرج. طبعا المؤتمر هالسنة هذه مو بس محتكر على طلبة جامعة الكويت، بالعكس هو يستقبل طلبة يعني انترناشنال من جميع دول العالم وطلبة من دول الخليج، فنحاول أن نجمع الطلبة ونجمع الدكاترة حديثي التخرج أو حتى الدكاترة الكبار على أساس أن نخليهم على اطلاع بآخر التطورات في المجالات الجراحية، المجالات الطبية وهذا كله. نعم سارة، لما بنتكلم عن التطورات الطبية لازم الشخص نفسه اللي قاعد يقوم في هذا المؤتمر عند الحصيلة الكافية العلمية طبعاً التخصصية طبعاً، علشان يعرف أن هذا شيء جديد مو أساسي موجود من سنين. هل وصلتوا إلى هذه المكانة والمعرفة أنكم تعرفون لا هذا جديد، لا هذا ما كان موجود، أم أنكم قاعد تستعينون في خبرات من الدكاترة المتخصصين اللي موجودين معاكم من قبل؟ هو الشيء المميز بالمؤتمر هالسنة أن إحنا حاولنا أن إحنا ندخل كل الناس بالمؤتمر. في طلبة مثل ما قلتي هم واعين اوريدي، وهم اوريدي قاعد يبحثون يعني جزء من روتينهم اليومي ان هم مهتمين بهالمجال فيعرفون مثلا التطورات الطبيه يعني الحديثه حديثة. غير كذي عندنا احنا استعنا بدكاتره برا، يعني جايبين عندنا دكاتره من كندا ان شاء الله راح يشرفونا، راح يعطون محاضرات، راح يعطون ورش عمل، فاحنا يعني بالنهايه نستفيد من خبراتهم بعد.
وهم يعني يكون مجالهم هذا اصلا مجالهم مجال الجراحه، مجالهم وتخصصهم. هم عندنا دكاتره بالكويت غير الطلبه، دكاتره بالكويت هم تخصصهم جراحه، ويعني اكيد هم اب تو ديت، واكيد ان هم التطورات الحديثه كلهم يعني موجوده. فوق هذا عندنا طلبه نفسهم اساسا ترينرز نسميهم، يعني هم الطلبه اوريدي ماخذين كورسات متدربين متدربين. فبالتالي يكونون انه يعني ماخذين شهايد معتمده على اساس انه يكونون الترينرز ويفيدون الطلبه نفسهم، فتصير ورش العمل متنوعه. نعم. من دكاتره ومن طلبه. يصير مدرب للطلبه داخل الكويت، يعني يكون متدرب في ورش ممكن يروحها على حسابه خارجيه، ومن ثم ينقل خبرته لداخل الكويت. تتخلص في مجال التدريب الميداني يعني؟ ممكن. نعم. التدريب الميداني؟ ايه. طيب اختي حوراء، كل مؤتمر دائما يكون في عنده فعاليات مصاحبه، شنو الفعاليات المصاحبه لهذا المؤتمر؟ طبعا المؤتمر هالسنه يعني هذا مو شيء جديد على رابطه طلبه الطب الكويتيه انها تنظم مؤتمر بتنظيم بحث من جهود الطلبه وباشراف من دكاتره جامعه الكويت، بس اللي يتميز فيه المؤتمر هالسنه هذه اللي هي لجنه الابحاث. لجنه الابحاث افتتحناها اول مره، واول مره تصير بالكويت من مؤتمر بتنظيم طلبه. من خلال هاللجنه ان نخلق روح تنافس ما بين طلبه الطب او طلبه العلوم ويا الدكاتره حديثين التخرج من جميع دول العالم، مثل ما تفضلنا بالبدايه، من دول الخليج، طلبة الكويت من جميع التخصصات وطلبة العالم، سواء كانت طبعا الكويت الطلبة الكويتيين المغتربين او الطلبة غير الكويتيين. طبعا مثل ما قلت فتحنا لجنة الابحاث، يقوم الطالب بتقديم ابحاثه عن طريق موقع عشان انه يسهل العملية. ووضحنا لهم من خلال هالموقع انه في انه سبيسيفيك كرايتيريا اللي هي معايير ومقاييس عالمية لازم تنطبق على هالبحث هذا على أساس أنه ينقبل. طبعا فترة التسجيل للأبحاث فتشناها من شهر 6 وراح تستمر إن شاء الله لشهر 8 اللي هو بالضبط تاريخ 14/8. في تركيز قاعد نشوف على الطلبة والدكاترة الجدد، كأنكم قاعد يعني شوية توخرون عن الدكاترة الكبار بالعمر اللي عندهم خبرة ممكن تضيف لكم الكثير، يمكن انتم تقعدون شغله تدورون فيها شهرين ثلاثه هو بدقيقه يطلع لكم الحل. هو شلون صار؟ يعني احنا نفتح باب التسجيل للطلبه على اساس انه هم يقعدون، والمحاضر احنا نجيب لهم محاضرين يعني من 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 جامعات معترف فيها، محاضرين من دكاتره كبار، على اساس ان الطلبه الصغار او حديثي التخرج الاطباء يستفيدون من خبراتهم. نعم. يصير في استفادة من الخبرات، ولو أني أعارضكم أن الاستفادة من الخبرة مهما الإنسان وصل عمره أو مركزه أو حتى مستوى العلمي يستفيد من خبرات أيضا، ترى سواء حتى طلبة أو الأبحاث الجديدة. يعني هذا الدكاترة الكبار هذيل الدكاترة يعني عندنا إحنا عدد كبير منهم مسجلين ك يعني مجرد حضور المؤتمر، وهذا شيء كان حيل إيه هذا شيء كان مشرف اصلا، لانه يعني احنا ما توقع، احنا كان الهدف مالنا اساسا الطلبه نفسهم، بس اكتشفنا ان يعني شيء حلو انه مو بس قاعد نفيد الطلبه، قاعد نفيد الدكاتره، في دكاتره حديثي تخرج، في دكاتره صار لهم فتره يعني معينه ممكن انهم انقطعوا عن مجالهم فتره وردوا مثلا كملوا. انتوا الان في اجازه كذي هم يعطون محاضرات ويعطون ورش، ففي دكاتره قاعد يعلمونا ويستفيدون من خبراتنا، وفي دكاتره مشاركيننا. انتوا الان في اجازه. وايضا الطلبه اللي المغتربين في اجازه. نعم. هل ممكن انه يعتبر هذا المؤتمر اذا شارك فيه شارك فيه خاصه سواء منكم او الطلبه المغتربين اذا تواجد في الكويت وشارك في مثل هذا المؤتمر، هل ممكن انه يخدمه في سيرته الذاتيه؟ طبعا. طبعا احنا عندنا الحين هو حاليا عندنا شيء اسمه السي ام اي بوينتس، هذيل اللي هم كريديتد ميديكال ايدكيشن بوينتس، عبارة عن نقاط احنا يعني في مجالنا الطبي نجمعهم يعني على اساس انه يعني يميز بين طالب وطالب بعدين اللي بغى يتخصص. يعني تقريبا احنا طلبة الطب كلنا قاعد ندرس نفس الشيء، فبالاخر اللي يميز الطالب عن طالب هو الاكسترا كريكولر اكتيفيتيز اللي يسويهم نشاطات خارج عن الدراسة. فيشوفون ينظرون الى السي ام اي بوينتس انه ايش كثر يجمع نقاط، مثلا انه هو شارك يعني وساعد المجتمع في كذا يعني طريقة، منها الواحد لما يحضر المؤتمر او لما ينظم المؤتمر يعني اي واحده فيهم
يحصل على سي ام اي بوينت ممكن انها تساعد الطالب بعدين في التخصص وهم تدش سيره ذاتيه مالتها. حوراء بسالك عن المشاركات الدوليه مثل هذا المؤتمر مهم بالنسبه للمجال الطبي قلنا عموما من دكاتره الى طلبه. المشاركات الدوليه او الدعوات الدوليه هل لها تحضيرات في دول معينه تحرصون انكم تتبادلون الخبرات معاها؟ طبعا اكيد يعني احنا من ضمن الهيئه التنظيميه للمؤتمر عندنا لجنه تهتم بكل النشرات عن المؤتمر والإعلانات اللي هي اللجنة الإعلامية برئاسة أختي وزميلتي الطالبة روان. فمن خلال هاللجنة قمنا يعني استخدمنا جميع وسائل الإعلام اللي هو التويتر، استخدمنا طبعا الإيميل اللي احنا قاعد نراسل الجامعات اللي برا ونراسل الطلبة اللي نعرفهم الجامعات اللي برا على أساس أن ينشرون أن الرسالة اللي بنوصلها. وفي ناس قاعد يتعنون ويون؟ في ناس يعني في وايد مسجلين ناس يعني احنا عندنا عدد المسجلين فاق تقريبا 300 وشيء و 180 منهم ايه 180 منهم من خارج دولة الكويت. هذا المؤتمر السنوي الرابع هو الرابع ايه. المؤتمر السنوي الرابع بس المؤتمر السنوي الثاني من نوعه اللي هو الامسيو. بالنسبة للمؤتمرات اللي فاتت شنو اهم التوصيات اللي طلعتوا فيها ونتائج كانت ايجابية؟ أنا أشوف مجرد ما أن إحنا الحمد لله قاعدين نشتغل على المؤتمر الرابع يعني هذا شيء جدا يعني مشرف أن إحنا قاعدين نكمل في المسيرة مالتنا يعني رابطة ما تقصر يعني إحنا بالنهاية طلبة فاللي قاعدين ننظم المؤتمر from A to Z طلبة يعني إحنا قاعدين نخصص من وقتنا على أساس أن إحنا ننظم هالمؤتمر والحمد لله قاعد تطلع النتيجة يعني شيء جدا يعني ما اتحسف اني انا مثلا ضيعت وقتي ان انا اشتغلت على المؤتمر لا بالعكس. شنو رد فعل رابطه الادباء عن هذا المؤتمر؟ ردود افعالهم يعني ان استقبالهم لمثل هذه ردود افعال منو؟ رابطه الادباء عفوا الطب. طبعا هي رابطة الطب هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن تجمع طلابي. فالتجمع الطلابي طبعا برئاسة طلاب النوائب كلها طلاب وفي جميع يعني الرابطة يعني عندها لجان اساس ان الشغل يتنظم. بس خبري عفوا على المقاطعة يعني مثل هذه الروابط تكون في دكاترة موجودين ايه يعني ليش قاعد تغفلون دورهم؟ هل هم فعلا غير موجودين؟ لا بالعكس فعالين يعني ما يشاركون مثلا هذا انا اشوفكم وايد بروحكم يعني ما قاعد اشوف ما قاعد اسمعكم تقولون دكاترة معانا. هو بالعكس لا في دكاترة يعني اكيد احنا ما راح نقدر نخطو اي خطوة قدام الا باشراف دكاترة موجودين من جامعة الكويت بعد. بس مثل ما قلت ان الافكار والجهود كلها تكون طلابيه يعني اللي يشتغلون على الشيء هم طلبة الطب. نعم. باشراف الدكاتره وهذا الشيء احنا عندنا هالمؤتمر الحين قاعدين نشتغل عليه. هو صدق ان اللجنه التنظيميه كلها طلبه ولكن مثل ما قلت بالعكس احنا ما ننكر يعني وقفه الدكاتره. عندنا الدكتور اللي يشرف على المؤتمر نفسه دكتور محمد جمال ما قصر بالعكس يعني بدونه ما كنا راح نقدر نكمل يعني احنا نحتاج شخص يرشدنا مثل ما قلتي. ففي لا اشراف الدكاتره موجود طبعا. يعني ليش اخترتوا الجراحه لهالسنه؟ هو يعني انا مثل ما قلت MSU Medical Surgical. حلو. فسنه عن سنه تناوب يعني السنه اللي طافت كان المؤتمر جراحه طب القلب. هالسنه يصير جراحه والسنه الجايه يعني ان شاء الله يصير باطنيه. من راح يتخصص جراحه؟ الله اعلم والله اختيار ثاني جراحه يعني. نبي نتكلم عن الفعاليات اللي تقدمونها مع هذا المؤتمر شنو هي؟ طبعا عندنا لجنه متخصصه بهالمؤتمر هذا تتضمن ورش عمل، فورش عمل في اكثر من مجالات واكثر مثل من تخصصات. شنو؟ عندنا مثلا ورش عمل عندنا كذا ورش عمل، عندنا ورش عمل ان الطالب ممكن يشارك فيها بايده اللي هم السيرجيكال سكيلز الخياطه المناظير وطبعا في حتى يعني عندنا ورشه عمل جايه من كندا باشراف دكتورها من كندا عن الادفانس تراما لايف سبورت اللي هو ترجمته يعني شلون اترجم لك يعني مثلا نفس السي بي ار اللي هو الاسعافات الاوليه ولكن يعني
أعمق شوي، يعني داشة في الجراحة أكثر. هو يعني المؤتمر كله هو اسمه سيرجري أتن إكستريم، يعني إحنا حابين إن إحنا نخلي الطلبة مثلاً بموقف معين، جراحة الطوارئ، إيه يعني لو تكون مثلاً تحصل أي تراما، أي يعني أي موقف، يعني نفس الأزمة الحزينة اللي مرينا فيها، يعني الدكاترة مثلاً يحطون موقف ممكن إن هم يعرفون شلون يتصرفون. فالATLS اللي هو الأدفانس تراما لايف سبورت، هذا ممكن إنه يعني جدا يساعد الطالب انه يعرف لو ينحط بهالموقف شنو يسوي. نقول الاسعافات الاوليه المتخصصه بالجراحه. نعم هذه لقينا الترجمه مالتها. انا يعني اتكلم مع الساده والاخوان واخوات المسؤولين بشكل عام في الدوله، وايضا المشاهدين الكرام، يعني شوفوا صغار سن ولكن كبار في افكارهم وكبار في فعلهم للأمانة، وهم نموذج طيب ويثلج الصدر بالنسبة لنا ككويتيين، أنه يعملون وهم طلاب يعملون مثل هذه المشاريع ومثل هذه المؤتمرات. جدا سعداء أمانة، وشكرا جزيلا لكم. أقدم الشكر أول شيء لسارة الصلال نائب رئيس المؤتمر السنوي الرابع لرابطة الطب، والثاني في سلسلة تطورات الطب والجراحة. شكرا لك. عفوا، احنا اسعد بالعكس، نشكركم على استضافتكم، يعطيكم الف عافية. كلنا فخر فيكم كونكم بنات كويتيات في مثل هذا العمر وفي هذا التخصص الصعب، خصوصا الطب معروف انه يحتاج وقت، وانكم تخصصون مثل وقتكم الثمين هذا في تطور وازدهار الجانب الصحي، هذا شيء تشكرون عليه. كل الشكر لكم، حياكم الله معنا. الله يحييك. ساعة مباركة يا حوراء. ساعتنا. مشاهدينا، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا في اشراقاتنا في اشراقة صباح. نقول لكم مع السلامة، في امان الله. حتى نلتقيكم نحن وأنتم في رعاية الله، إلى اللقاء.